يعني احنا بنأدي بشكل كويس كلنا الحمد لله. والماتش يا كابتن غير السنين اللي فاتت، والله الحمد لله ده اللعيبه صحيح. بتحب بعضها جدا، الناس كلها مركزه ان احنا نعمل حاجه السنه دي. شايف انه المصري قادر على الاستمرار على الاقل يبقى ضمن الاربعه الكبار يا محمود؟ يا كابتن المصري قادر انه يستمر من ضمن الاربعه الكبار؟ والله يا كابتن بص، قادرين لان احنا عندنا دعم يخلينا ان احنا نقدر نكمل، عندنا لعيبه تخلينا ان احنا نقدر نكمل، عندنا جمهور، حضرتك شايف احنا بنيجي نلعب هنا الاستاد مليان، فدي نعمه من ربنا الحمد لله يعني. نعم كابتن محمود عبد الحكيم لاعب ونجم النادي المصري، اشكرك والف مليون مبروك الحقيقه.